سعد صباحك. صباحك سعد. صباحك عفاف. صباح النور. صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب هالنهار يحمل معه كل الخير والصحه والبركه لكم، واكيد مواضيع عديده رح تكون ضمن محطاتنا الصباحيه طبيه واجتماعيه وايضا قانونيه رح نفصلها مع ضيوفنا الاختصاصيين مثل العاده. ولكن بالبدايه بدي ارجع صبح مره ثانيه على عفاف. شو رايك بهالجو؟ بلش هيك الجو يصير خريفي حلو وراح شوي شوب. بلش الرواق على الاخر. صباح الخير لكل المشاهدين اكيد، ولكل محبين الشتاء وللي ما بيحبوا الصيف اكيد. كل مواسم لها خصوصيتها وجمالها. بدي اتمنى لكم بهذا الموسم وبهذا الصباح تكونوا بالف خير، واكيد مكملين صباحنا معكم. ولكن فاصل صغير وراجعين. رح نبلش بأولى محطاتنا عفاف. محطتنا اليوم الأولى هي القانونية، رح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم، هو خلال عملية نقل الملكية العقارية من المالك للمشتري قد ترتكب بعض الأفعال أو العديد من الأفعال الجرمية أثناء عملية البيع والشراء، وقد تجعل أي شخص عرضة للاحتيال. طبعا سلمى، اليوم ضمن هاي المساحة القانونية والخاصة واللي بتهم كتير من الأشخاص يلي بيتعاملوا بعمليات البيع والشراء وبيصير بيناتهم عقود، رح نتعرف على الأفعال الإجرامية اللي قد ترتكب أثناء عملية نقل الملكية، وأبرز الضوابط القانونية لحماية كلا الطرفين من أي عملية نصب أو احتيال أو حتى تزوير من خلال هذا التعاقد. كل هاي الأشياء والتفاصيل أكيد رح تعرفنا عليهم الأستاذة المحامية رنا ديب. يسعد صباحك أستاذة وأهلا وسهلا. صباح الخير عفاف. صباح الخير سلمى. صباح الخير للمشاهدين جميعا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي استاذه رنا. خلينا نبلش مع حضرتك، الافعال الجرميه اللي ممكن ترتكب اثناء عمليه البيع والشراء. الحقيقه اثناء عمليه البيع والشراء وخاصه بصراحه بعد الازمه اللي مرق فيها البلد، والحمد لله اللي نحن يعني تعافينا او بلشنا عم نتعافى منها، كان طبعا في قديما كان في اشكاليات كثير بعمليه البيع والشراء، ولكن بصراحه بعد الاحداث الاخيره يعني من 2011 ازدادت عمليات الجرمية على العقارات نتيجة خلينا نقول يعني الحرب اللي مرقنا فيها، نتيجة انه في اشخاص كانوا مسافرين خارج البلد، صار في تعدي على الحقوق مثل ما بيقولوا، صار في تعدي على حقوق الملكية، مع انه حق الملكية هو حق مصان في دستور الجمهورية العربية السورية وفي جميع القوانين اللي بالجمهورية العربية السورية، ولكن صار في تجاوزات كثير نتيجة. يعني اعطي مثال عملي عن موضوع شخص يمتلك عقارات هو خارج البلد، صار في عملية تزوير لوكالة نتيجة لنفترض حصلوا على هويته أو هوية مزورة أو وكالة مزورة، فصار على عقاره هو خارج البلد لا يعلم شيئا، انباع عقاره وانباع عقاره أكثر من مرة، يعني مشتري أول ومشتري ثاني ومشتري ثالث، وهي الحالات كثير شفناها. صحيح. يعني بالتالي ضاعت الحقوق لما بده يجي يطالب بملكية هذا العقار، كان في كثير من الصعوبة لاسترجاع الملكية. طبعا القانون السوري وكما اعتدنا دائما أي مشكلة جديدة تواجه المجتمع السوري يصدر قانون أو على الأقل يعني تعليمات أو قرارات تتصدى لهذه المشكلة بهدف حل المشاكل. فأكثر المشاكل اللي واجهتنا مثل ما تفضلتي وذكرتي بالمقدمة سلمى هي الاحتيال والتزوير. احتيال بحيث أنه ينتقل ملكية العقار من مالكه الأساسي إلى مشتري آخر لا يحق له، لم يدفع ثمنه، وأصلا بجوز البائع كله ما بده يبيع هذا العقار. فهي المشكلات اللي واجهتنا. طيب استاذه خلينا هيك ننتقل للشخص يلي يسمى حسن النيه، ما في بباله اي تجارب سابقه من النصب او الاحتيال او التزوير لهيك عقود، وقع بفخ الاحتيال والتزوير، شو ممكن هون يتصرف بالسرعه القصوى او الشيء اللي الصح يلي لازم يعمله؟ تمام. هلا رح ابدا بالتسلسل كيف بتصير الامور. شخص المالك هو شخص يعني بالأساس يملك هذا العقار وتعرض لعملية تزوير بوكالة معينة أو يعني تزور أنه كان هو البائع وهو لم يبع، فانتقل ملكية عقاره إلى شخص أول. هذا الشخص هو الشخص المحتال، هو الشخص المزور، هو الشخص المسيء. يعني بعطي مثلا هذا الشخص المسيء رجع باع العقار إلى شخص آخر، الشخص الثالث حسن النية أيضا ما عنده أي معلومة لنفترض أنه هو حسن النية، فلعند تاريخ 2012 او عفوا ايه لعن تاريخ 2012 كان هذا الشخص الثالث هو شخص حسن النية اعتبره القانون وحماه، وبالتالي كانت ملكية العقار من حقه.
ولكن إذا نظرنا وهي النقطة اللي أنا كتير حابة أحكي فيها للشخص المالك الأساسي للعقار للسكن، طيب هذا الشخص ما إله ذنب، هو تزورت عنه وكالة وبموجب هذه الوكالة تمت عملية البيع، فصدر اجتهاد حمى بشكل قطعي هذا المالك الأساسي واعتبر أنه وهذا بصراحة الاجتهاد الأقرب للعدالة، يعني الأقرب للعدالة، عدالة مطلقة ما في، دائما يكون في حالات واستثناءات، ولكن هو الأقرب للعدالة، حمى المالك الأساسي للعقار. كيف حمى؟ بأنه هو اعتبر أنه ملكيته محمية بشكل كامل وحقه مصان بأي ورقة بيقدمها يثبت فيها يرجع له تماما، يعود تسجيل العقار، بيتم فسخ عقد التسجيل وإعادة التسجيل على اسم المالك الحقيقي للعقار إذا أتى بأي إثبات بأنه هو تعرض للتزوير، بأي ورقة تثبت أنه مثلا هو خارج السفارة خارج البلد أو هي طيب وكالة مزورة. إذا أنا مثلا اشتريت من شخص هو مزور، نعم. تمام، فوقع علي أنا أيضا نصب واحتيال، نعم. لأنه أنا ما بعرف أنه هذا الشخص مزور الوكالة، فساعتها بدي رد مرة تانية إذا رجعت الملكية لصاحب البيت بخسر المال من الشخص اللي يعني اللي زور اللي طب إذا اللي زور اختفى شو بيصير بهالحالة؟ دائما نحن بناخذ اجتهادات أقرب للعدالة، ولكن دائما في حالات هذا الشخص بده يتشكل بحقه إذاعة بحث، بده يكون شخص مجرم ملاحق، فبالتالي بينحجز على أمواله، فبالتالي أنت ممكن الشخص الحسن النية يبيع أمواله ليحصل على حقه، ولكن النقطة اللي كانت جوهرية اللي كانت المغفول عنا خليني أقول هو المالك الأساسي للعقار اللي الاجتهاد الجديد صدر بحقه أنه هو أيضا شخص محمي وأيضا ملكيته مصانة وأيضا هو بحماية تامة وكاملة. هذا الحكي معلش في نقطة بدي أحكي فيها سلمى، لما بيكون نحن أساس الملكية مبني على قواعد سليمة، وهي نقطة كتير مهمة لكل الأخوة المواطنين هلا عم يشوفونا ويسمعونا. العقارات نحن مثل ما بنعرف هي عقارات ممكن تكون سكنية ممكن تكون تجارية ممكن تكون أراضي، بغض النظر كل عقار، خليني خصص السكن مثلا لأنه أكثر شيء نحن شفنا البيوت يعني وهي الأهم يعني بصراحة بالنسبة للمواطن السوري اليوم، لأنه هي السكن هي الأمان الأساسي بحياته. فالمفروض تبنى عملية الشراء على قواعد سليمة وقانونية، يعني الملكية عدة أنواع. ناس بتقلك ومنسمع كتير نحن والله اشتريت البيت ولكن على ساعة كهرباء، اشتريت البيت بس ما إله طابو بس على عداد المي، على ملكية عداد المي، هل هذا الحكي سليم؟ للأسف المواطن ليش عم يلجأ لهيك نوع من الشراء؟ لأنه الحقيقة أرخص باعتبار ملكيته ليست ملكية قانونية كاملة ومتكاملة، فرح يكون ثمن العقار رخيص، ولكن المواطن رح يدفع أضعاف أولاً لأنه هي ملكية غير صحيحة فيها مخالفة للقانون، فإما أن يكون هذا العقار مثل نسبة نحن بالعشوائيات أو مناطق المخالفات، هي كيف بتكون أساسها؟ هي ملكية الأرض للدولة، ما في طابو أصلاً، ما في طابو، ما في شيء، في عندك ساعة كهرباء أو عداد مي، بيقولوا لك والله اشترينا على عداد المي، هذا ما بيعطي أي صون للملكية، ما بيعطي أي حماية، بأي لحظة ممكن أنت تكون مهدد أنك تخرج خارج عقار، لأنه الأساس خطأ، أرض ما أنا ملك حدا، ملك الدولة، إجا شخص عمر على هاي الأرض وباع، هي ملكه ليبيعها، هل يحق في القانون بيع شيء لا تملكي؟ فأنت خرجتي تجاوزتي حدود القانون، فاللي بيصير أنه بينشرها هيك، فهذا أنا أول شغلة بنصح أنه هيك أنواع من البيوت والعقارات ما يقرب الشخص عليها. أنا بعرف أنه المواطن محتاج يقرب عليها لأنه ما عنده خيار، ولكن يعني لكون هيك كتير منطقية لسه الإجرة أحسن من شراء هيك، عم تحطي مبلغ شهري ولكن أنت هذا المبلغ شهري عم تنتفعي فيه يوازي الانتفاع، يعني مثلا بغض النظر لأنه الأجارات مرتفعة كمان بصراحة، فكمان عم نلاقي إشكاليات. أنا ما فيني إجي أقول اليوم يعني أحكي مثاليات لأنه في عنا واقع يعني الحقيقة صعب شوي، لكن أنا عم بحكي الأقرب لحماية المواطن من أي عملية تزوير أو خداع لما بيكون الأساس مبني صح. في نقطة تانية كتير كتير مهمة، مع احترامي لجميع المهن وكل شخص بهذه الحياة له دوره، مكاتب العقارية دورة القانوني والاجتماعي إن تدلك على بيت بده ينباع، هذا دورة. الناس شو بتعمل اليوم؟ بتروح لعند المكتب العقاري بتكتب عقد البيع، المكتب العقاري مو اختصاصه يكتب عقد بيع لبيت، اختصاصه يدلك إنه هذا البيت هو أصحابه بده تبيعه. لما عم ينكتب العقد أحياناً بيكون في أمور بالعقد هي مخالفة للقانون أو ما أنا مذكورة ولازم تنذكر،
فمين الشخص المعني؟ الشخص المعني هم أهل القانون بكتابة عقود البيع. ليه؟ لحماية المواطن من أي عملية تلاعب فيما بعد. لما بيكون الثغرات القانونية والقواعد القانونية مكتوبة بالعقد ومذكورة ومسكرة، فأنا بعرف أنه هذا العقد قانوني، بالتالي أنا ما بتعرض لاحقاً. أنا ما عم بحكي عن موضوع التزوير لأنه هذا جرم حكيت عنه بالمقدمة، ولكن عم بحكي أنا لما المواطن هو بيوقع حاله بالغلط. نقطة تانية، حتى لو العقد سليم، أحياناً أنت قبل ما تكتبي العقد، وهي نصيحة بوجهها لكل الناس، لما بده يقدم الشخص على عملية شراء عقار، شراء بيت، أول شغلة لازم يعملها لازم يروح على الطابو، إذا كان بالطابو يعني. هلأ نحن العقارات اللي كتير أنا يعني بشجع وبحسها سليمة وملكيتها القانونية متكاملة والعقار له رقم وله أوصاف ومحدد ومبين، هي العقارات اللي بتكون بالطابو، إلى صحيفة بالطابو اللي نحن بنقول له طابو أخضر، أو بالإسكان أو بالسجل المؤقت. هدول عقارات هي ملكيتها 100 يعني 100% سليمة، ما عليها ولا مشكلة. فأنا لما بدي أشتري هدول العقارات بدي روح أول شيء على استخرج إخراج قيد عقاري اللي هو بيكون الصحيفة العقارية. يعني كيف بدي أقربها لأذهان الناس؟ مثل هوية الإنسان، العقار له هوية، هي القيد العقاري نحن نسمع فيه. تستخرجي قيد عقاري بيورجيكي هالقيد العقاري اذا فعلا هذا العقار. بالنقطه الاولى انه انا اللي عم اقول بدي اشتريه هو نفسه فعلا اللي موجوده صحيفته، رقمه، اوصافه، نوع ملكيته، الشخص اللي عم اشتري منه فعلا هو المالك الحقيقي لانه بيكون مذكور على القيد العقاري. هل عليه اشارات؟ يعني شو يعني اشارات؟ في مشاكل، لانه كل مشكله بتصير على العقار شو بيصير فيها؟ بتتسجل اشاره على صحيفه هذا العقار انه هذا العقار فيه اشاره لصالح فلان، معناتها في مشكلة مع صاحب البيت مع فلان، لشوف شو هي المشكلة مشان أنا لما بده ينتقل لملكيتي فبدي يصير أنا المعني بحل المشكلة. فلا أنا من الأساس شو عليه مشاكل؟ عليه مشاكل بالمالية مثلا، في رسوم لازم تندفع ما أنا مدفوعة، أنا هدول لازم أقرأهم وأفهمهم قبل ما أشتري العقار لحتى أكون أنا بالسليم. في نقطة مهمة جدا، القيد العقاري لا يكفي لوحده لحتى تتم عملية الشراء بشكل قانوني، لأنه في عنا شيء اسمه أحيانا بيكون في أشخاص ممنوعين من التصرف، وهي الشغلة ما بتنذكر على الصحيفة، ما بتنذكر على القيد العقاري، في سجل بالطابو أيضا اسمه سجل الممنوعين من التصرف. يعني ممكن يكون صاحب البيت عليه مشكلة مالية، عليه مبالغ لازم يدفعها، شو بصير؟ فبينكتب هو أنه شخص ممنوع من التصرف، بدي راجع سجله لأنه بجوز صحيفة العقار نظيفة ولكن الشخص عليه مشكلة. فكيف الشخص بالبداية مبدئيا يعني بيحمي حاله أنه تكون عملية الشراء عملية سليمة قانونية، من جهة أنه أولا يكون كتابة العقد بإشراف أهل الاختصاص اللي هن المحامين. النقطة الثانية أنه يدور على صحيفة العقار، يعني يروح على الطابو ويستخرج قيد عقاري للعقار بيبين إذا في إشكاليات على العقار، من حيث أنه إذا كانت أوصافه نفسها، المالك نفسه، إذا في أي إشارات على صحيفة العقار. النقطة الثالثة قلت أنه لا تكفي الصحيفة العقارية لحتى تبين لنا كل المشاكل، لازم يكون يراجع سجل اسمه سجل الممنوعين من التصرف، لأنه أحيانا العقار بيكون نظيف ولكن صاحب العقار في عليه مشكلة معينة، عليه رسوم للمالية ما ندافعها، فبيكون في اسمه لصاحب العقار مكتوب بسجل الممنوعين من التصرف، وبالتالي فهون بتكون عملية البيع عملية ما نظبطة أبدا. فهدول النقاط الثلاثة مبدئيا بتحقق لي الوقاية، يعني الوقاية من المشاكل اللي ممكن أتعرض لها فيما لو اشتريت هذا العقار. طيب الموافقات أستاذة رنا، يعني أنا في موافقات معينة أو جهات معينة لازم أخذ هاي الموافقات قبل ما أقوم بشراء المنزل بس سلمى أو العقار بشكل عام؟ أنا رح أحكي تماما عن هاي النقطة اللي هي الموافقات اللي نحن بتخضع عليه إلى عملية البيع والشراء. قبل بس أنا كنت عم بحكي عن الجانب الوقائي. طيب في حال اشتريت العقار أنا وخلصت، شو المفروض أعمل لحتى أحمي حالي قدر الإمكان فيما بعد؟ أنا اشتريته وانتهيت، يعني في جانب وقائي قبل الشراء، شيء لازم يعمله المواطن قبل ما يشتري، وفي شيء لازم يعمله المواطن بعد ما يشتري. لازم يتوجه على صحيفة العقار يحط إشارة على صحيفة العقار. ليه؟ لأنه الإشارة بتحميه. يعني بعد ما وضع الإشارة هو على الصحيفة العقارية للبيت اللي اشتراه، صار في عنا مشاكل، صار في نزاع بالمحكمة لأي سبب إن كان، ما رح فوت بالتفاصيل لأنه هي مشاكل كتير، صار أي مشكلة أنا حاطت إشارة، أول نقطة بيقول لك ياها القانون إنه الأسبق بالتسجيل الإشارة هو صاحب حق فبيحمي. أنا دغري رحت حطيت إشارة فأنا حميت حالي. هلأ صار في نزاع أخذ وقته بالمحاكم، تعرف أحيانا بياخذ وقت طويل يعني،
ولكن بالنتيجة صدر حكم قضائي، ولكن أنا حقي بيمتد أو خلينا نقول يعني بيسحب لتاريخ وضع الإشارة مو لتاريخ صدور الحكم. يعني أنا حميت حالي من اللحظة اللي وضعت فيها إشارة على صحيفة العقار، مو من اللحظة اللي صدر فيها حكم قضائي أخذ درجة قطعية فبتنسحب. فأنا إذا مجرد ما اشتريت ثاني يوم فيني روح حط إشارة على صحيفة العقار، فهذا الإجراء يلي عملية البيع. هلأ خلصنا من موضوع كيف بشتري سليم بشكل سليم قبل وبعد كيف بتم عملية البيع والشراء. رح أحكي عن الموافقات. موافقات يعني أنا هي الموافقة الأمنية اللي هي نحن مطلوب أثناء عملية البيع والشراء الحصول على موافقة أمنية لحتى تتم عملية البيع والشراء. خليني بس أعطي فكرة عن الموافقة الأمنية لأنه كتر الحكي عنها والناس أحيانا ما بتعرف أصلا ليش هي حطت الموافقة الأمنية، وفي ناس بتقول لك ليش الموافقة الأمنية وعم يصير فيها عرقلة. طب خلينا نفصلهم شوي. الموافقة الأمنية أساساً وضعت الحقيقة لحماية المواطن، وخاصة بعد برجع بقول بعد الأحداث وبعد الحرب اللي مرقنا فيها صار في تجاوزات كتير من قبل المواطنين، فمن الطبيعي إنه الدولة تأخذ قرار تمنع شخص مخالف للقانون وخارج عن سقف العدالة وعليه إشكاليات أمنية هو تمنعه من إنه يبيع بيته. فبالتالي صدر موضوع الموافقة الأمنية لحماية حقوق المواطنين. هذا هو الهدف من صدوره. يعني مشان والدولة لما بتمنع شخص انه يبيع البيت لانه عليه مشاكل هي ما عم تتصرف ببيته، ما عم تروح تبيع له بيته ولا عم تستملكه الدولة، ولكن عم تمنعه حماية للحقوق لانه ممكن هو يعني يبيع امواله ويهرب برات البلد، فهو شخص خارج العدالة. هي الاساس اللي انوضعت مشانه الموافقة الامنية، الموافقة الامنية لحماية الناس مو العكس مثل ما طيب هي الموافقة. صار في شوية سريعا عن هي الموافقة والاشارات اللي عم تحكي عليها انه هي لحماية الشخص حماية الملكية اللي هو بده ياخذها، هي بتشمل جميع انواع الملكيات شو ما كان نوع الشراء، مو شرط يكون عقار بلكي مثلا سيارة او قطعة ارض. الموافقة الامنية تشمل طبعا، ولكن الموافقة الامنية شو مشكلتها انه هلا عم يقولوا انه عم تاخذ وقت طويل، مع انه صدر تعليمات تنفيذيه انه والله او تعليمات من رئيس مجلس الوزراء انه تكون خلال 48 ساعه، احيانا عم تتاخر اكثر من هيك. الاشكاليه الاكثر انه مثلا يا ريت نحن بنطالب انه حتى التعليمات قالت انه مثلا اللي بتمنعوه من الموافقه الامنيه يكون الشخص نفسه مو عيلته، يعني الشخص ممنوع ولكن زوجته اولاده ما لهم علاقه بهي القصه، فهي الشغله كثير منيحه. يعني الإشكالية الأكثر أنه حبذا لو تحدد أنواع معينة من الجرائم تكون هي هدول الأشخاص اللي هن ما بيحق لهم يحصلوا على موافقة أمنية، مو أي شخص. يعني أحيانا بيكون في شغلات حتى يعني خفيفة ما بتستحق أنه شخص ينحرم من موافقة أمنية. أحيانا لنفترض رسوم مالية ممكن أنه عليه مثلا أو مخالفة بسيطة، يعني فأنه الفعل المخالف ما بيتلائم مع انه هو ما بيحصل على موافقات امنيه. لو يتحدد او لو يتقون الموضوع الموافقه الامنيه حتى لو قانون مو تعليمات يعني، فبيكون بصراحه اكثر سرعه يعني واكثر يعني اسهل للناس تحفظ حقوقها. يعني اكيد يعني نقاط مهمه كثير حكينا فيها، واكيد ممكن نرجع نحكي بتفاصيل اخرى بفقرات قادمه. بدنا نشكر وجودك استاذه رنا وكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لك سلمى. شكرا لك استاذه رنا. صباح الخير. أما هلأ رح نروح لمحطتنا التالية وتحديدا من حلب. إنك لعلى خلق عظيم، عنوان معرض من وحي النبوة بنسخته السادسة أقيم في محافظة حلب وذلك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. تضمن مجسمات أنجست بأيدي محلية تحاكي قصص نبوية، والتفاصيل بالتقرير التالي. عنوان معرض من وحي النبوة بنسخته السادسة والذي يأتي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وهو عبارة عن مجسمات أنجزت بأياد محلية تحاكي قصصا نبوية. طبعا احنا الهدف والرسالة هو تجسيد السيرة النبوية على أرض الواقع بعناصر ملموسة ومحسوسة حتى نترك الأثر ونذكر الناس بنبيه وإخلاقه ومبادئه ودينه ونهجه حتى نعيدها الناس ألفة ووحدة كما كانت على عصر نبيه. طبعا هذا المعرض جاء لحتى يوضح ويعطي بصورة تقنية التضحية العظيمة اللي قدم الرسول الأعظم عليه وآله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ولهذه الرسالة ولهذه الدعوة. معرض يأتي للتذكير بتعاليم الدين الإسلامي بأساليب حديثة تسهم بخلق أثر كبير عبر تقديم المعلومات وترسيخها في عقول الزوار. يديكم العافية يديكم الخير إن شاء الله. والله شيء كتير حلو. الله يعطيكم العافية، شيء كتير كويس يعني شغلاتك بتفرح القلب. يعني
محبتنا نحن بالرسول و ما بقولوا البيت والقديمين والأنبياء، كان هذا الشيء فخر لنا. فعاليات المعرض تستمر حتى نهاية الشهر بهدف تسليط الضوء على ومضة من بريق حياة النبي، ولتعلم نبذة من فيض حكمة رسول الله، ولغرس بذور المحبة في قلوب أبناء الأمة. وليد هناج، الإخبارية السورية، حلب. واصلنا بفقرتنا الطبية سلمى. اليوم كل الأطفال معرضين أنهم يصابوا ببعض اللي يقعوا هنا وعم يركضوا نتيجة سرعة الحركة، أو ممكن يتشتت انتباهه وهالشي بيخليه أكثر عرضة للإصابة بكسور بجسمه، وتكون هاي الكسور متنوعة وإلى أنواع مختلفة. صحيح عفاف، اليوم رح نحكي أكثر عن هاي الكسور وشو ممكن تؤدي، هل إلى مخاطر مع خلينا نقول زيادة العمر، كيف الوقاية منها والعلاج، وغيرها كثير من التفاصيل اللي رح يطلعنا عليها، والأسئلة أكيد رح يجاوبنا عليها ضيفنا الدكتور خالد نمورة، وهو اختصاصي واستشاري بجراحة العظام والمفاصل وعضو مجلس البورد السوري للجراحة العظمية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا. يعني اليوم عم نحكي عن إصابات هي ممكن تكون أكثر شيوعا عند الأطفال يلي عندهم حركة سريعة، عندهم تشتت انتباه، عندهم ممكن كتير قصص ممكن تعرضهم للإصابة بهي الكسور. خلينا نعرف من حضرتك اليوم شو هي أكثر الإصابات شيوعا عند الأطفال. هلأ الكسر بشكل عام عند الأطفال يعني هي من الكسور الشائعة، تقريبا بحدود بين 12 ل 30 طفل لكل 1000 طفل ممكن ينصاب سنويا بهالكسور، فهي تعتبر كسور شائعة. هلأ شو هو الكسر؟ الكسر هو عبارة عن انقطاع بالبنية استمرارية بنية العظم. قد يكون هذا الكسر بسيط، عبارة عن صدع أو تشقق بقشرة العظم، أو عبارة عن كسر كامل، يعني العظم كله بيتبدل، نسميها الكسور المكتملة أو الكسور التامة أو المتبدلة. هلأ أكثر الكسور شيوعاً عند الأطفال بالدرجة الأولى هي كسور اللي بتصيب الثلث السفلي للساعد، هي كسور شائعة جدا. العظم الكابرة، عظم الزند، هي الكسور الشائعة. عندنا الكسور اللي بتصيب المرفق، خاصة كسر فوق اللقمتين، عندنا كسور الترقوة، عندنا كسور الفخذ، في كسور الزنبوب والشظية، هي أكثر 5 كسور ممكن يصاب فيها الأطفال. الكسور البقية طبعا أي عظم معرض للإصابة بالكسر نتيجة السقوط، نتيجة أذية مباشرة، الآليات اللي بتصير للكسر، الكسر مو بس عبارة عن رد أو سقوط. فنحن عندنا الكسر أسبابه ممكن تكون أذية، رد، سقوط، أو إصابات مباشرة، ضربة مباشرة على العظم بتؤدي إلى كسر، إلى نموذج خاص هذا الكسر، أو أذية غير مباشرة نتيجة التواء أو انضغاط أو انفتال أو شد أو تنشن نسميه أو توتر على العظم بيؤدي إلى كسور غير مباشرة. إلى صفات الكسر بيكون له نماذج معينة، إما مائل أو حلزوني أو معترض أو مفتل، مع قطعة صغيرة أحيانا المفتت إذا ضربة كتير قوية ومباشرة، أو أزيات الهرس يلي بتصير مثلا ممكن حوادث سيارات، ممكن سقوط من ارتفاع شاهق، ممكن العظم يكسر مع قطعة حرة مثلثية الشكل، ممكن تعطيني هاي البتر فلاي بسميها، أو قطعة الفلاشة أو قطعة الحرة. هلا الأسباب الثانية غير الأزية أو الرد، ممكن عندنا الكسور الجهدية، الطفل يلي بي عنده حركة زائدة بيقفز وبنط وما شابه ذلك، وعنده رياضة، وخاصة عند المراهقين اللي بيمارسوا الرياضة عظمهم طبعا بيكون ليل، بيكون ما نوبت للعظم البالغ، فبيتعرض لشدات معينة نتيجة الجهد الشديد، العظم ما بيقدر يحمل هالشدات هاي، فبتوصل لي لكسر بنسميه كسور الجهدية. ممكن تصير بعنق الفخذ، ممكن تصير بالشظية، ممكن تصير بعظم الزنبوب بالساق، بهالنقاط هاي. الأسباب الثانية للكسور ممكن تصير عندنا بالأسباب المرضية، يعني العظم في عظم غير طبيعي، إما نتيجة مرض وراثي من أثناء الطفولة طبعا بعد الولادة، بنسميه أكثر شيوعا هو تكون العظم غير التام إلى صفات معينة، هذا الطفل بيتعرض لكسور متكررة. قد تكون الكسور عفوية دون إصابة أو رد بسيط جدا يساوي لهذا الكسر.
هي الأسباب بالنسبة للكسور والشيوخ. طيب دكتور خالد خلينا نحكي عن نقطة مهمة اليوم، مثل ما حضرتك قلت في أنواع مختلفة للكسور، وبالتالي رح يكون في كمان تعامل معها كأسعافات أولية قبل ما ندخل بمرحلة العلاج أيضا مختلفة. يمكن الشيء الشائع اللي بيعرفوه الناس أنه إذا شخص وقع أو تعرض لحادث معين، أول شيء إذا تغير لون الجسم صار هيك أزرق فبيقولوا له صار كسر، أو إذا ما أنك قدران تحركها كسر، وإذا شيء بالجسم بيقولوا له ما تحركه يعني خليه ثابت بمكانه. شو الصح والغلط من هاي الأقاويل الشائعة اللي الناس بتعرفها؟ هلأ الطفل وقت بيتعرض لأذية رضية كرض، يعني ما في سبب مرضي ولا في سبب إجهادي، غالبا بده يصير عنده ألم مباشرة بعد القصة، ممكن يصير عنده كدمة، ممكن يصير عنده إزرقاء، ممكن يصير عنده ورم، ولكن هاي الأمور قد يكون كسر وقد يكون تمزق بالأربطة أو تمزق بالأنسجة الرخوية أو إصابة الأنسجة الرخوية أو إصابات وترية. هلأ والأهل بيشوفوا هذا الشيء يفضل يراجعوا طبيب نتيجة الفحص. الكسر في علامات محددة قد تختلط مع علامات تانية، فالطبيب وقت بيشوف خلينا نوضحها مشان اللي عم بيشوفونا. أي تماما. هلأ الكسر بشكل عام بيعطي دفء على الجلد، بيعطي حرارة موضعية، بيعطي دفء، بيعطي وزمة. هاي إذا كان الكسر كبير شوي. الكسور البسيطة قد لا تظهر خلال ساعة أو ساعتين، ممكن تظهر بعد 6 ساعات. الوزمة ممكن تتشكل بعد 6 ساعات و12 ساعة. فخلال المرحلة هاي الطفل بس ممكن يعاني إنه مرض بسيط أو وجع. لو بصير في وزمة شديدة يفضل مراجعة الطبيب، لأنه هاي مؤشر، الوزمة الشديدة هي مؤشر لوجود كسر. الأربطة ما بتعطي هالوزمة الشديدة، إصابات الأوتار أو الأنسجة الرخوية ما بتعطيني هالوزمة الشديدة، فنحن عندنا العلامة الانتفاخ، الانتفاخ أو التورم أو الوزمة. طيب الخلع مو بيعطي نفس النتيجة أحيانا؟ هلأ الخلع معناتها نحن هون بمنطقة مفصل، هلأ في كسور حول المفصل تعطي نفس العلامات، ولكن الخلع واضح جدا، يعني بحس انه العظم الشكل الهندسي للمفصل للمرفق او الركبه او هذا انه ما في ما يعني ما هو مزبوط شكله، ما هو مزبوط، فبتلاقي الخلع انه يعني الاهل ممكن ينتبهوا اكثر. ولكن عند الاطفال بالذات في الكسور اللي بتصيب مشاش النمو، المشاش النمو هو المسؤول عن نمو العظم او النمو الطولي، فهذا هي اصابته كثير دقيقه، له ست انماط. النمط الاول تبعه عبارة عن رد، مجرد وزمة، ولكن إهمال هذا الشيء ممكن يتحول لانفصال كامل، يعني مشاش النمو ينفصل، إذا انفصل بشكل كامل ممكن يساوي لي هذا اضطراب بالنمو، ممكن يساوي لي قصر، ممكن يساوي لي ميلان بمحور العظم أو محور سواء الطرف العلوي أو الطرف السفلي. فلذلك دائما كل رد عن طفل مع وزمة مع ألم يفضل مراجعة الطبيب، يعني ما تتركوه هيك، يعني ممكن تكون الأذية كتير بسيطة، علاجها كتير بسيط، شوية مسكنات، ممكن جبيرة بسيطة، وموضوع أسبوعين ثلاثة بينحل الموضوع. إذا انترك أكثر زادت الوزمة أكثر، الوزمة أو التورم ممكن تساوي لي مشاكل على الأعصاب، ممكن تضغط على الأوعية، ممكن توقعني بشيء اسمه تنازل حجرات أو تنازل المقصورة، يعني عن الوزمة الشديدة بتضغط على الأعصاب، تضغط على التروية الدموية، التروية الدموية معناتها الدم اللي عم يجي على العضلات وعم يجي على العظم الضعيف، هون ببلش ممكن العضلات هي عبارة عن دورة مغلقة، يعني رد، وزمة، انضغاط الأوعية الشعرية، بالنتيجة هي الدائرة المغلقة بتوصلني إما العضلات بتتنخر وبتنكمش أو الإصابة عصبية قد تكون غير قابلة للتراجع. لذلك هي بنعتبرها هي الوزمة الشديدة جدا هي حالة إسعافية، نضطر ممكن إذا الوزمة شديدة نقدر قديش إلى طبعا قياس محدد، نعرف الضغط داخل الحجرة، الضغط التفاضلي في رقم معين، إذا لقيناه قريب من هالرقم هاد نضطر دغري مباشرة لخزع جراحي، يعني ممكن كسر متبدل أهمل أو حتى خلال المعالجة بالجبس أو بالجراحة. الوزمة شيء طبيعي، يعني بعد عمل جراحي أو بعد الكسر تمتد من يومين لثلاثة وبعدين بتبلش بالتراجع، فهي الوزمة شديدة دائما إحنا بننبه لها بعد الكسور، حتى لو المتبدلة بعد ما رديناها وثبتناها بالجبسين بننبه الأهل انتبهوا للوزمة، زادت الوزمة احكوا مع طبيبكم
حتى لو كان الموضوع بالليل معلش فيك تراجع اي مشفى في هنيك يعني اطباء موجودين بالمشفى ممكن يتصرفوا بخزع الجبصين لان الموضوع ما بينسكت عليه نهائيا، ممكن شغله بسيطه توصلني لمشاكل معينه. طبعا دكتور مو بس انه ما لازم نسكت عن الموضوع او يتم اهماله او ترك الموضوع، الكسر اليوم بصير في تعامل مع هذا الكسر خاطئ او اسعافات اوليه خاطئه بتكون. بنشوف مثلا الاهل جابوا بعض الاشياء، بعض المراهم او الرباطات، صاروا يتعاملوا من راسهم بدون ما ياخذوا او يعرفوا هذا الطفل انه عنده كسر وبحاجه لدكتور واسعاف. اليوم الاسعافات الاوليه، الاجراءات الاوليه اللي لازم الاهل او اي شخص عنده كسر يتبعها لبين ما وصل لمرحله الدكتور او الاسعاف لحتى يتم الاجراء الصحيح. هلا وقت بصير رد، سواء رد لانسجه رخوه او شكوا بوجود كسر، الكسر يلي ما هو متبدل، هذه لسه انه استمراريه العظم موجوده عند الاطفال اللي عندهم قشر العظم اللي بنسميه نحن السمحاق باللغه الطبيه، هذا بيعطي وقايه انه الكسر ما يتبدل، الا اذا كانت الاذيه تحت قوه مباشره قويه وقتها بيكسر العظم شيء كامل، فوقت بشوفوا في الم، في وزمه كان في اختراع دكتور قديم نسمع عنه انه يحطوا يمشوا بيضه على مكان الكسر، ما بعرف انه اذا انكسرت بيكون في كسر صح هي الشغلات؟ هي النقطه لا مو انه يحطوا بيضه، انه كانوا يروحوا لعند مجبر عربي فكرتونه وشويه بيض شويه طحين على مبدا يعني شيء قاسي فنحن بنقول للاهل وقت بصير هيك حالات خاصة الكسور المتبدلة بتلاقي انه مثلا بالساعد انه اعطتني تشوه، بتلاقي انه صار انخفاض بالساعد او ما شابه ذلك. هلا هون نحن اذا شده بسيطه ممكن تلاقي العظم يرجع مستقيم، بخفف لي الضغط شوي، بخفف لي الوزمه شوي، او تثبيت اي شيء، نثبت الطرف بكرتونه، قطعه من الخشب، جبيره معدنيه صغيره، اي شيء موجود بيلف، بس انه الطفل التثبيت غايته اراحه من الالم وتخفيف الوزمه، ليس ما انه ياخذوا اجراءات. هلا بالردود ممكن نحن نحط مي بارده او ثلج، مي الثلج، او ممكن نحن الكحول الطبي قطنه بنغطسها بكحول طبي بنحطها فوق منطقه الاصابه بالنسبه للكسور فقط، اما مثلا التهاب المفاصل او ما شابه بيختلف كثير، يعني ممنوع نحط مي بارده مي دافئه يعني، فبنحط قطنه فيها كحول على المنطقه المصابه، هي بتسكن الالم، بتخدر شوي، بتسكن الالم وبتعطيني تخفيف للوزمه، الطفل بتلاقيه ارتاح شوي، ليس ما يراجع الطبيب وهو يتابع وتدبير الحال. نعم. طيب دكتور خالد، بعض الإصابات عند الأطفال بتختلف بين طفل وآخر طبقا لبنيته العظمية اللي هي ممكن مع الوقت كمان تأثر إذا ما تعالج بالطريقة الصح أنه هو ممكن تعمله مشاكل بالنمو، خلينا نحكي عن هالنقطة لو سمحت. هلأ المشاكل اللي بصير عند الأطفال بالنمو يعني هي نتيجة غالبا اللي هي الإصابة الشائعة انفصال بمشاش النمو أو غضروف النمو أو صفيحة النمو، هي الأزيات اللي حكينا نحن إلى ست أنماط، هي الأزيات في بعض الأنماط إلى نسبة اضطراب بالنمو أكثر من أنماط تانية، خاصة الأنماط اللي بتوصل للسطح المفصلي، فممكن يصير أنا عندي انغلاق باكر للمشاش، يعني العظم ما بيطول، فبتلاقي ممكن يصير في قصر بين هذا الطرف وبين هذا الطرف، ممكن نساوي لي تزوي، يعني اضطرابات النمو أما ممكن نساوي لي تزوي أو ممكن نساوي لي قصر. طبعا التوقف النمو ممكن يصير عندي داخل مشاش النمو شيء بنسميه جسر عظمي، يعني هي منطقه غضروفيه مشاش النمو اللي بنمو من العظم منطقه غضروفيه نتيجه الاصابه اللي صارت فيها ممكن يصير عندي جسر عظمي يعني تكون عظم داخل منها، فبالتالي كانه انا كمشت لهذا ما عاد في نمو، فهي اذا صارت حتعطيني اضطرابات بالنمو، حتعطيني قصر، حتعطيني تزوي، محور الطرف حيصير فيه تشوه او ما شابه ذلك. هلا الكسور المتبدله نفس الشيء، خاصه اذا ما ارتدت بشكل صح، خاصة الكسور الحلزونية أو المائلة ممكن هي تعطيني قصر، إنه هي كسور بنسميها كسور غير ثابتة ممكن تزحط بأي لحظة، لذلك نحن دائما بننبه الأهل بصير في كسر دائما نحن في فترات متقاربة لازم أراجع الطبيب، والغلط يعني اللي أحيانا موجود إنه الأهل بيقول لك خلص سوى الكسر، شاف الصورة أموره منيحة بيغيبوا
بكون الطبيب قايل له راجعوني بعد اسبوع، بتلاقيهم هن راحوا غابوا اسبوعين ثلاثه، بتيجي بتصوري بتلاقي انه الكسر تبدل، الجبس ما بيعطي ثباتيه كامله، ممكن تخف الوزمه، ممكن القالب الجبسي يصير فضفاض شوي، فبالتالي صار في حركه بالكسر، هي ممكن الكسر يميل. فلذلك المتابعه الدوريه وتعليمات الطبيب تعطيني وقايه دائما من اي اختلاطات قد تظهر بالمستقبل. هلا احيانا هي الكسور المتبدله ممكن تضغط على الأعصاب، سواء نتيجة وزمة أو أذية مباشرة أو تبدل الكسر، ممكن تعطيني أعراض خدر النمل خاصة بالكسور اللي بتصير حول المرفق أو حول الركبة. كمان نحن بننبه الأهل إذا صار عند الطفل حسيته عم يبكي أو إذا واعي شوي قال لك إيدي نملت أو اخدرت أو حسيت فيه اضطراب بلون الجلد أو ما شابه ذلك، مباشرة اتصل بالطبيب أو راجع طبيبه. أكيد بالختام دكتور بدنا نتمنى السلامة للجميع ولكل الأهل ينتبهوا على أولادهم شو ما كان السبب وحمايتهم من الكسور. شكرا لك أستاذ دكتور خالد، أهلا وسهلا. شكرا دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. مو بعيد كثير عن الموضوع اللي كنا عم نسمع فيه اليوم، كثير ناس بتمر بمراحل صعبة بحياتها، هاي المراحل ممكن تتطور لحتى تؤدي للاكتئاب. الاكتئاب بشكل عام هو من الاضطرابات السلوكية النفسية اللي هي ممكن تأثر على الشخص وسويته بالحياة وتعامله مع الآخرين وحتى طريقته بالتعامل مع العمل. والاكتئاب مشكلة بحاجة إلى حل، يمكن ما بتكون أعراضها ظاهرة عند الشخص بالبداية، ممكن مشكلة بسيطة يفكر حاله متضايق، مع الوقت والتطور عفاف ممكن يوصل لمرحلة كتير صعبة وخطيرة. طبعا سلمى، واليوم موضوعنا هو الحديث الإيجابي مع النفس، حد الشيء اللي ممكن يخفف كتير من حالات الاكتئاب أو الإحباط، خلينا نقول عنه مشاكل الحياة والمصاعب يلي بمر فيها أي شخص نتيجة الضغوطات. في كتير أشخاص ممكن ما يقدروا يتجاوزوا هاي المرحلة، وفي كتير أشخاص كمان بيقدروا يتجاوزوها بالتركيز على نقاط القوة الموجودة عندهم وبالحديث مع نفسهم بشكل إيجابي وتحفيز نفسهم بحيث بيكونوا هنن الداعم والمقوي لنفسهم بنفس الوقت. واليوم بدنا نحكي عن هذا الصوت الداخلي اللي بيخلينا مستمرين بطريقة صحيحة بالحياة، وكيف ممكن نستخدمه كمان بالطريقة الصحيحة ونشوف نتائج حلوة. اليوم أكيد ما في شيء نحكى عن عبث ولا عم نحكي شيء بالهواء، هي أمور علمية ومثبتة علميا. أنا رح نعرف كتير مع الأستاذة سلام قاسم، اختصاصية نفسية. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباح الخير أستاذة صباح سلام. الورد يميت هلا، يسعد أوقاتك. بالبداية خلينا نبلش مع حضرتك، اليوم نعرف جزء كتير كبير من حل بعض المشاكل أو الاضطرابات السلوكية مو بس العلاج الدوائي، لا العلاج النفسي مثل ما بيقولوا، واللي هو دخل بشكل كبير بأغلب الاضطرابات السلوكية، اللي يعتبر الاكتئاب أحد أبرزها وأكثرها شيوعا. صرنا هلأ عم نعيش بقرن صار أكبر نسبة للناس موجودة بين الناس هو القلق والاكتئاب كاضطرابات سلوكية، صنفت يمكن كل واحد بين 100 شخص أو كل اثنين بين 100 شخص هنا المصابين بهاي الاضطرابات. خلينا نحكي عن دور علم النفس الإيجابي بهذا الموضوع. هلا اكيد نحن بعصر كثير صار في اضطرابات نفسيه، وطبعا نتيجه الظروف العامه اللي بيعيشها الانسان. هلا اهم شيء نحن نعرف انه التخاطب او الحديث مع الذات هو عباره عن كلام الانسان مع نفسه، هو عبارة عن صدى صوته دائما، وهذا الخطاب الذاتي هو عبارة عن حوار ذاتي بيتكون من شقين، الحوار والذاتي. الذاتي أي شيء داخلي، حوار الأشياء يلي بتصير بالوسط المحيط. كلياتنا نحن لما بنرجع على بيوتنا، لما بنخلص شغلنا وبنرجع نقعد نتذكر شو صار معنا بالوسط الخارجي، شو صار بشغلنا مع الأصدقاء حوالينا، بنقعد نحن بنسترجع الذكريات، بيكون صار موقف معين، هذا الموقف بقعد أنا بفكر إنه يا ريتني حكيت هيك مع رفيقي اللي قال لي هيك.
فدائما هذا الحوار الداخلي كتير مهم للإنسان، وهذا الحوار هو عبارة عن مناقشة الأفكار يلي بتدور داخل عقل الإنسان، هو الذاتية الحوارية أو أنه مخاطبة العقل أو قدرة العقل على التخيل واسترجاع الأحداث وصياغتها بطريقة تكون كتير سلسة وحديثة. وعادة نحن بمجتمعاتنا دائما يعني لما بنرجع نحن بنحاول أنه نلقي لوم على نفسنا لمواقف كتير أو تم عنا النقد الذاتي يلي هو صورة من حياتنا، وطبعا عادة هذا النقد الذاتي هو ما نو شيء جيد للإنسان لما بيزيد عن حده، لأنه حتى الدراسات أثبتت أنه النقد الذاتي للإنسان لما بيزيد عن حده هو بيؤدي للاكتئاب اللي حكيتي عنه إضافة للقلق. فنحن لازم هون نشتغل على محاور أساسية اللي هي بالأساس أنه نعتمد الهدوء، نبتعد عن التخاطب أنفسنا بكلمات الخطاب أو الألفاظ اللي بتوحي بالأنا أو غيرها، إضافة لأنه نعترف بالشعور يلي نحن عم نعيش فيه. فيعني طالب بيخاف من الامتحان، عنده شعور بالقلق الامتحاني، ممكن يخاطب حاله ويقول محمد أنت هلأ عم تشعر بالقلق، بس مو أنت لحالك، كل الطلاب مثلك عم يشعروا بالقلق، رح تكون أنت بخير. هاي العبارة البسيطة هي بتعطيك التخاطب مع الذات، بخلي أنه يعطي للإنسان قوة، يعطي شعور بوجوده، نفس الوقت أنه هو قادر أنه يعمل شيء. ليش؟ لأنه حاور نفسه وخاطب نفسه. بس في ناس دائما كمان بتلجأ للخطاب مع الذات بطريقة الحوار اللي هي ممكن تكون خاطئة، لأنه هاي الخطاب مع الذات نحن بنتخيل أنه في شخص صغير مثلا قاعد على كتفك دائما عم بيوز بإذنك ويقلك عبارات وكلمات. هاي العبارات هي ممكن نحن ناخدها بعين الاعتبار، ولكن إذا أخذناها بطريقة كتير حدية ممكن تكون عبارات سلبية، عبارات سيئة، هون بتأثر على الإنسان. يعني حتى الدراسات أثبتت أنه 80% من الأفكار اللي موجودة عند الإنسان هي أفكار سلبية. فنحن كتير بدنا ننتبه لهي العبارة وللمفاهيم بالتخاطب مع النفس، لأنه أحيانا لما منخاطب ذاتنا بطريقة سلبية ممكن كمان تنعكس علينا. وحتى إذا خاطبنا الذات بطريقة إيجابية هي مانا دائما صحيحة لما بتكون يعني بشكل كتير، يعني مثل لما نحن بدي أمدح شخص، أنا بمدح نفسي أنا هذا شيء كتير منيح وبعطي مهارة شيء قوة جذب لنفسي أنا أنه أنا عندي مهارات عندي قدرات، مثل ما بمدح مثلا شلون الشخص المقابلي لما بمدحه ممكن يشعر بالسعادة يشعر بالسرور يحفزه هذا على الإنتاج والإبداع. ولكن إذا كان التحفيز أنه نحن عطينا مؤهلات كتير ومدحت أنا نفسي زيادة عن اللزوم، هذا بيعطي رد فعل عكسي، بصير عنا مثل أنه نقد الذات يسبب إحباط، والإحباط هو بسبب نقد الذات، فبندخل نحن بدوامة. لازم نكون يعني متقبلين والاعتدار. متقبلين لكل شيء، للمدح وللانتقاد. اليوم استاذه في خلينا هيك نبسط المصطلح اكثر، في كثير اشخاص بنشوفها بنقول عم يحكي مع حاله، او نحن اوقات بنحكي مع حالنا بنقول والله عملت سيناريو براسي وحكيت وعملت قصه، هذا هو الحديث مع الذات. ولكن بمواقف معينه في كثير اشخاص بتلجأ للوم الذات، انه ليش انا عملت هيك، ليش كذا، ليش، بصير مثلا بياخذ دور الضحيه وبينتقد حاله وبيجلد ذاته اكثر. اليوم هدول ال20% اللي حكيتي عنهم من التفكير الايجابي، كيف نحن بدنا نفعلهم او نستخدمهم عن طريق الحديث مع الذات او نحن عم نحكي مع حالنا؟ هلا نحن بنحكي مع حالنا، ممكن شخص يحكي مع حاله، ممكن يحكي مع الكرسي اللي موجود، ممكن يحكي مع الخزانه، هذا شيء طبيعي. بس لما بيلاقي انه الخزانه او الكرسي بلش يرد عليه، هون بيجي لعندي انا لحتى ساعدك. فطريقه الخطاب بتصير تطورت بقى، تطورت القصه، تهيؤات تماما، بصير مشاكل ثانيه، يعني مشان ينتبه الانسان للحوار مع الذات لوين ابعاده يعني. وهي طبعا ما بدنا نحن نقول جنون او شيء، هي ممكن تكون اضطرابات عم يمر فيها الشخص، او ممكن ممكن تدخل بكثير متاهات يعني، في لها دراسه بصير عشان هيك بيجي لعندي لساعده. هلا الحوار مع الذات كثير مهم للانسان لحتى يحسن يقوم نفسه، لكن ما يوصل لمرحله جلد الذات واللوم
التلاطم والعتاب، لأنه هون بيدخل بدوامة مثل ما قلنا وبصير عنده شيء من الخوف من الفشل. الإنسان أساساً لما بيبلش بالحوار عن مع الذات هو بيبلش من مرحلة الطفولة، هو ما بيختارها لحاله ولا بتخلق معه هو، لا بتكون هي مكتسبة عادة من الوسط المحيط من طفولته من بيئته. لما بيبلشوا الأهل من هن وصغار بيتعاملوا مع الطفل بطريقة مثلاً سلبية، دائماً بيعطوا عبارات مثلاً أنت فاشل، أنت سيء، أنت ما بتعرف تنجز، فهو بيحط هاي الأفكار بعقله وبيشتغل عليها. كمان أحياناً العادات والتقاليد والمجتمع يلي الإنسان بيتبنى هاي العادات وبيضل بتدخل بذاكرته بعقله الباطن، فهي بتكون جزء من شخص من شخصيته، بيأثر طبعاً على أفكاره وعلى سلوكه بالمستقبل. فبصير هذا الحوار وهذا اللوم لكتير، والإنسان ممكن يدخل بمتاهات لما بصير بتوسع بالثقافة، بتوسع بالتعامل مع الأفكار المعقدة لنقول أو أفكار متعددة بالمجتمع، ممكن هذا يعمل له كركبة شوي بدماغه، فبصير عنده مشاكل سلوكية، فبصير عنده الحديث مع الذات حديث غير متوازن. عادة الإنسان لحتى يكون يحسن يستفاد من الحوار مع الذات كتير مهم أول شيء أنه يعترف بالإدراك المشكلة اللي هو فيها. هي الخطوة الأولى، لما نحن ندرك المشكلة اللي نحن عم نعيشها هون ساعتها بتكون الخطوة الأولى لبداية الحوار مع الذات اللي هو رح يعطي نتائج إيجابية، لأنه هون بصير الخوف من المصطلحات أو الخوف من الأفكار اللي ممكن تكون قاسية ممكن تكون مسيئة، بيكون هون يعني ما عاد يخاف من شبح هاي الأفكار، بيكون عنده رادع وقدرة إنه يقاوم هاي الأفكار لأنه اعترف وأدرك المشكلة اللي هو عنده فيها. كمان الشيء الثاني اللي نحن لازم نشتغل عليه هو إنه نصدق الصدى الداخلي، الصوت الداخلي اللي موجود عنا. نحن دائما نسمع من الأشخاص اللي حوالينا، بنسمع القصص، بنسمع الأحاديث المتكررة أو ممكن تكون أحاديث جديدة ولكن لا تمت إلى الواقع بالصلة. لازم نحن نرجع ونسمع صدى صوتنا الداخلي، يا ترى هالشي اللي شفناه بالوسط المحيط بين رفقاتنا بشغلنا هل هو قريب للمنطق؟ هل هو العقل بصدقه؟ يعني نرجع لهي الذكريات، لهي الشغلات اللي صارت عنا لما كنا برا مع الوسط المحيط، لما بنقعد لحالنا لحتى نقيم هذا الشيء اللي صار يا ترى هو صحيح ولا لا. بنفس الوقت نحن انه لما عم اسمع انا الاحاديث الخارجيه هون لازم كمان انتبه، كثير مهم انه انا كيف فيني اتفاعل واتعامل معه، لانه هذا الحوار اللي بيصير هو الحوار الداخلي، هو ما بين افكار داخليه ولكن هي الافكار الداخليه هي كانت بالاساس موجوده بالخارج، هي بالوسط المحيط. لما رجعت انا وقعدت هي دخلت لباطن عقلي لذهني وبلشت اشتغل انا وحلل هي الافكار. فدائما التحليل أو التفكير الداخلي أو الحوار الذاتي هو عبارة عن قدرة على التخيل، إنه أنا بتخيل الأفكار المنطقية اللي ممكن أتعامل معها. كمان كتير أنا بحب هيك نبه لشغلة كتير منيحة دائما الناس بيتعاملوا معه، إنه بيعطوا الناس اللي حواليهم إنه بيعطوهم أمل كتير كبير، بيعطوهم تفاؤل كتير كبير، وهذا كمان كتير غلط، هو سلاح ذو حدين. لما أنا بعطي حدا أمل كتير كبير وما بيحسن هذا الأمل غير منطقي، هذا الأمل غير منطقي غير حقيقي، هون أنا كأني دمرته لهذا الشخص. دائما نخلي آمالنا وأحلامنا دائما حتى تفاؤلنا يكون إنه شيء أنا قادر وصل له، لأنه لما ما منوصل للشيء اللي نحن حطيناه بذاكرتنا كمان هون رح نوصل للأحباط ورح يصير دائما عنا شيء اسمه الخوف من الفشل. ولما الإنسان بصير عنده اضطراب الخوف من الفشل هون ما عاد يحسن يقدم على أي خطوة تانية، ما عاد يحسن يباشر عمل، ما عاد يحسن يكون عنده أهداف، دائما أي خطوة بتمشي فيها لقدام بيقول أنا لا رح أفشل فخليني بمكاني. وهذا طبعا نحن بوسطنا وببيئتنا المحلية منلاحظ كتير عالم بالوقت الحالي، نحن نتيجة ظروف معينة اقتصادية وغيرها بتلاقي الإنسان أنه لا أنا ما رح أعمل شيء لأنه أي خطوة رح أخطيها أنا رح أفشل. فهذا التفكير بهي الطريقة كمان بصير هون حوار مع الذات، دائما هذا التخاطب مع الذات بيخليه يقول لنفسه ستوب وبيوقف بنفس القرنة وما بيحاول يتطور أبدا. طيب أستاذ السلام، حكيتي عن نقطة كتير مهمة واللي هي علاقة الشخص اللي بيبنيها مع الأشخاص، وبنفس الوقت هي بترتبط بطريقة يعني الحوار إدارته للحوار الذاتي مع نفسه. اليوم في كتير أشخاص ممكن يقودها هذا الحوار لأنه هي تصير منعزلة، يعني تبطل تشكي همومها لأي شخص هي بتوثق فيه أو تبطل تشوف آراء أخرى ممكن هالآراء تفيدها. خلينا نحكي كمان عن خطورة هاي الشيء، أنا مو أنه بس بحكي مع نفسي معناته أنا صح دائما والتحليلي أنا صح دائما، وقديش بتختلف
هي القدرة على أني أنا أدير حواري الذاتي مع نفسي بين شخص وبين شخص. مظبوط أو لا؟ مهم هذا الحكي، لأنه النقد البناء بيختلف عن النقد الغير البناء. النقد البناء بيعتمد على أسس، على قدرات موجودة عند الإنسان، بيعرف شو عنده مهارات، بيعرف هو كيف بيفكر، طريقة تفكيره، شو الشيء اللي بيآمن فيه، شو معتقداته، شو أفكاره، عنده ثقة بنفسه، ثقة بالأفكار اللي موجودة عنده. أما النقد الغير البناء هو ما بيعتمد غير على الشخصية، وبيكون بعيد أكثر البعد عن العمل وعن الشيء اللي ممكن الإنسان يقوم فيه. مشان هيك النقد الغير بناء بيكون مدمر للإنسان. حتى لما أشخاص معينة بتوجه لك نقد، هي بتكون ما أنا ند للند إليك، ما عنده أفكارك، ما عنده مهاراتك، ما عنده قدراتك، ما عنده شهاداتك. هون يعني هي نحن ما لازم نسمح لها، إنه أنت مين لحتى تنتقدني؟ لما شخص بده ينتقدك بده يكون عنده نفس المهارات والقدرات أو قريب منها، ممكن أعلى ممكن أقل شوي. أما إنسان جاهل بتاتا، ما عنده قدرة على ما عنده ثقافة، ما عنده معلومات، بينتقدك لمجرد الشخصية، نقد غير بناء، فهذا هون بيكون بيؤدي للحزن، للألم، بيؤدي للشعور بالإحباط عند الشخص يلي المتلقي يلي عم يتلقى هذا الانتقاد، لأنه ممكن يأثر عليه إذا كان ما عرف وقف الشخص يلي مقابله عند حده، إنه لا أنا ما بسمح لأي شخص ينتقدني، بده ينتقدني بده يكون عنده نقد بناء وموجه وهادف. هون نحن بنسمح للنقد البناء إنه يتوجه لإلنا، أما بغير هيك مرفوض. نفس الشيء هذا الحوار مع الذات، هو حوار مع الذات، أنا قلت إنه هو عن نتيجة الحوار الخارجي مع الوسط المحيط. لما بيكون هذا الحوار الخارجي مع الوسط المحيط انه عم بيسبب لنا اذيه، عم بيسبب لنا نحن في افكار ومعتقدات مثلا انه نحن ما عندنا ايمان فيها، ما عندنا ادراك لها، لا تدخل بثقافتنا بافكارنا، كمان هون هذا الحوار مع الذات بصير مؤذي، بصير مؤذي للانسان، وبيسبب انه دخول بقلق ودخول باكتئاب. لازم الانسان يكون حواره مع الذات حوار منطقي، يحاول يعرف يحلل الافكار المنطقيه اللي ممكن يتقبلها، لحتى ما يدخل بدوامه انه انا صح ولا انا غلط، مين صح ولا مين غلط. ممكن يدخل هون بوساوس معينة، ممكن يوصل لوسواس قهري هو كمان بغنى عنه. كتير من الأشخاص يعني بيكونوا على درجة سوية من العلم والثقافة عم يدخلوا بالوسواس القهري اللي هو عبارة عن أفكار، أفكار بتجي للإنسان وبتكون قهرية، وممكن بنفس الوقت أستاذي هذا الشخص يتفق مع حاله كتير، وبالمقابل يرفض أي نقاش تاني مع أي شخص تاني، خلص يضل عم يحكي مع حاله. لكن في نقطة مهمة خلينا ننوه عليها قبل ما نختم. اليوم في أشخاص كتير تسعى للمثالية، إذا خطأت ما بتعترف بخطأ، تقول إنه هذا الشيء عيب ما بيصير، أنا أعترف بخطأي على القليلة ضمنيا. الشخص الحديث الذاتي مع نفسه، أنا خطأت، لازم صلح خطأي أو لازم حل هي المشكلة. اليوم الاعتراف بالخطأ ليش يعد ذنب لا يغتفر؟ كيف ممكن نحن نعالج هي المشكلة ولو سريعا؟ أكيد هلا الوصول للمثالية أو الكمال هو بحد ذاته نوع من أنواع الاضطرابات بتعيش الإنسان بمتاهة، لأنه ما في شيء كامل بالحياة. أنا أسعى للوصول للكمال، وهذا شيء كتير جيد إنه الإنسان يسعى للوصول للكمال، لكن الوصول للكمال إذا الإنسان حط بباله هاي الفكرة كتير رح يتعب، لكن يحط فكرة إنه أنا أسعى للوصول إلى الكمال، وبالمقابل رح يطلب هالشيء كمان من الأشخاص اللي حواليه ورح يتعبون معه تماما. ما هون هاي الأشخاص لما قلنا نحن إنه الأفكار والطريقة الحوار هي بتبلش من الطفولة، لأنه الأهل بيغرسوا أفكار معينة موجودة عند بتصير موجودة عند أطفالهم، بيصيروا بيدخلوا بمتاهة ما عاد يعرفوا الصح من الغلط، يا ترى هي الأفكار اللي موجودة عندهم هي الصح ولا الأفكار اللي موجودة برا هي الأصح. فهون بصير هذا الصراع ما بين الذات وما بين الوسط المحيط. الإنسان بيدخل بدوامة بصير عنده اضطراب المثالية أو الوصول إلى الكمال. طبعا هي علاجة كتير مهم، إنه الإنسان دائما لازم يعرف إنه كله بني آدم خطأ، ما في إنسان ما بيغلط بالحياة، وطبيعي نحن نغلط وهذا الشيء الصح، لكن الصح الأفضل أو الأصح لنقول إنه الإنسان يقوم الشيء اللي غلطه، يحاول يصحح من الأخطاء اللي هو موجود عندنا. هلأ إذا قلنا نحن كمان إنه أنا ما بسعى للوصول إلى الكمالية، كمان هون أنا حديت من التفكير، يعني بلش الإنسان إنه لا أنا ما بسمح لحدا إنه يتطور أو يصير مبدع، لا نحن مع التطور ومع الإبداع ومن نحاول إنه نوصل للشيء اللي بدنا نحققه، لكن إنه ما يكون هدف إنه كل شيء حوالي أنا بده يكون كامل. بالنسبة لست البيت أو للأشخاص مثلا كلياتنا، لما بدنا نحاول نتغلب على هذا الشعور بالمثالية، حاول بالبيت مثلا انه انا عم رتب كل البيت، اترك لي غرفة مو مرتبة مثلا، اترك شيء معين ما انه ظابط 100%، اتعود مثلا اذا بدي يروح على موعد معين مثلا، معلش اذا
بكرت شوي، معلش إذا تأخرت شوي، مو ضروري 100%. إذا لابسة ثيابي كلياتها على آخر أناقة مو مشكلة، إذا كان مثلا عندي الشنطة مختلفة عن الموضوع، يعني طبعاً. عود حالي أنا مو دائما التوب، مو دائما بكل الأماكن مثالية، هون الإنسان بيحسن يتعامل، ولا بكل الأوقات، لأنه الإنسان بيمر عليه ظروف، ممكن الوحدة ما تطلع بمكياج، ممكن ما تكون مؤنقة دائما، فهذا مجرد هيك إنه بيعمل له شعور بالإحباط للأنثى يعني، ونفس الشيء للرجل، لأنه في ناس كتير نفس الشيء الأناقة والشكل الخارجي عندهم هو رقم واحد، لا نعود حالنا نحن إنه ما يكون هالشيء هذا كتير، نكون مرتبين وجيدين ونضاف وحلوين، ولكن ممكن ببعض الأحيان إنه نحن ما نكون كاملين 100%. فلما الإنسان بيعود حاله على شيء تاني ما هو موجود عنده، هون بصير يحسن يتأقلم مع الواقع اللي هو عايشه، وما يصير دائما هذا الصراع إنه أنا كمان لما بدي خاطب نفسي، إنه في ناس بتفكر إنه مخاطبة النفس أو الرضا عن الذات إنه هو نوع من الأنانية أو إنه الإنسان شايف حاله، لا بيختلف تماما. الرضا عن الذات والحوار الذاتي إنه أنا اقتنع بالأشياء الجيدة اللي موجودة عندي، ولكن كمان حاور نفسي وأعرف إنه في عندي سلبيات، هي السلبيات لما بقتنع انها هي موجوده عندي دائما مثل ما بتقولي استاذه سلام، القناعه هي اهم شيء بالشخص والرضا لحتى يستمر. اليوم معلومات مهمه جدا من حضرتك، شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم، ان شاء الله هيك يا رب دائما يكون الحوار مع الذات حوار ايجابي لمصلحه الجميع. شكرا لك استاذه سلام، واكيد بنتمنى الصحه النفسيه والحوار البناء مع كل الاشخاص، ومو خطا ابدا اذا غلطنا، ولكن غلط انه نستمر بالغلط. بدي اتمنى لكم بقيه نهار حلو وتقضوا مثل ما بتحبوا، كنتوا لحالكم او رفقه الناس يلي بتحبوا، اكون بخير من هون لبكره وللي بعده. شكرا لك يا سلمان. شكرا لك عفاف، واكيد نهايه اسبوع كمان جديد مر علينا، بنتمنى هالاسبوع يكون فيه كثير من الانجازات لكم، واكيد بكره يوم الجمعه حكونوا مع حلقه خاصه مثل العاده من صباحنا غير وبيست اوف لابرز المحطات يلي مرت خلال اسبوع يوم السبت مع زميلاتنا وفريق الاعداد ايضا، وحلقه جديده وضيوف جداد. لا تنسوا تراسلونا لاي معلومات بتهمكم. ضلوا بخير، باي باي.